هذا وأبرزت العديد من وسائل الإعلام في بيلاروسيا وروسيا زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للجمهورية السوفيتية السابقة. وأوضحت وسائل الإعلام أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو سوف يعقد مع الرئيس السيسي جلستين للمفاوضات، يبحث الجانبان خلالها المسائل المتعلقة بتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، كما سيتم خلال الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات، فضلا عن لقاءات مع رئيسي مجلس البرلمان ورجال الأعمال في بيلاروسيا. المزيد عن العلاقات بين مصر وبيلاروسيا في العرض التالي. العلاقات بين مصر وبيلاروسيا. في يناير 2017 زار الرئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو القاهرة، حيث التقى الرئيس السيسي وأشار إلى توافق في رؤى البلدين حول أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي لمواجهة خطر الإرهاب. وأكد رئيس بيلاروسيا دعم بلاده لإقامة منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي. ووقع الرئيس السيسي ورئيس بيلاروسيا إعلانا مشتركا لتعزيز التعاون بين البلدين، كما شهد التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم. أبرز مجالات التعاون الثنائي بين مصر وبيلاروسيا: العسكري، الصحي، التعليمي، الثقافي، القضائي، الرياضي، التصنيع الزراعي، الموارد المائية، وحماية البيئة. أهم الصادرات المصرية لبيلاروسيا: الأدوية والأثاث والمنتجات الصناعية والزراعية ومنتجات السيراميك. يبلغ حجم التبادل التجاري نحو 100 مليون دولار خلال عام 2018. وفي مجال السياحة، أكثر من 100 ألف سائح بيلاروسي يزورون مصر سنوياً.